انت اللي مالك؟ هو المكتب ضيق شويه ولا انا اللي ضيق شويتين؟ هو في ايه؟ ما ينفعش تقولي لي مالك من ابعد من كده شويه؟ دي الطريقه؟ هو حضرتك متأكدة انك دكتورة نفسية ولا بتلعبي على النفسية؟ هو انا مش باين عليا؟ هو باين، بس انا خايف ان شوية ويبان عليا. هعترف بكل حاجة على فكرة. بصراحة انا نفسيتي تعبانة قوي وتعبت اكتر دلوقتي، وصحابي كلهم لموني غاروا مني، قالوا لي اكمل انت نفسيتك تعبانة قوي أكمل، ما تروح تكشف. أنا رحت كشفت فعلا. تعرفي قال لي أنت عندك إيه؟ قال لي أنت عندك التهاب في العضلة النفسية. قلت له إيه؟ أنت بتقول لي ليه يا دكتور؟ بتقول لي ليه؟ صدمني يا دكتورة رغد، صدمني. طب معلش صدمني معلش صدمني. معلش قول لي بقى أنت عايز إيه؟ أنا عايزك. نعم؟ تقفي جنبي. عايزك جايه بعديها ايه؟ تقفي جنبي، يعني عايزك كويس، حاجه كويسه يعني. اقفي جنبي، اقفي جنبي علشان انا نفسي اختبر مشاعر خطيبتي النفسيه. يعني انت بقى عايزني انا مش دكتوره نفسيه؟ اوكي. خطيبتك حلوه؟ يعني هي بالنهار بتبقى معديه، انما بالليل بقى مستخبيه في وسط الزحمه. بالنسبه لنا جميله لان هي اسمها جميله. اوكي، يعني متخاصمين، ما بتغيرش عليك، الحاجات دي يعني؟ جافه جافه قوي، تقدري تقولي متبلطه، اللي هي بعد متبلده بشويه، اللي هي بتبقى متبلده كده فتبلط فيها فتتبلط تبقى متبلطه في الاخر. تقدري تقولي كده غبيه شويه، بتتغابى كده على طول، تناحة برادة، شك دايما في شك. أنا اتخنقت، عارفة؟ شكاكة على طول، مثيرة للكآبة، بحب الكآبة قوي. جميلة دي، تقعد تدور تنحكش كده فين الكآبة وتدور عليها. أنا كأكمل بقى اتخنقت قوي بقى منها، واتخنقت من العلاقات، ومش عايز جميلة دي في حياتي تاني. نفسي أخليها بصي الناس كلها تقول ايه البنت المجنونة اهي، مجنونة اكمل اهي، مجنونة اكمل اهي. بصي مش هرتاح غير لما تكون محبوسة يا اما في مستشفى المجانين. ماشي ولا لا؟ ماشي ولا لا؟ طيب انا اوعدك ان انا هخليها لك تغيير جدا وتخرج عن شعورها على الاخر. والنبي عشان قطش محتاج حنان قوي، انا ناقصني حنان، والله ناقصني حنان. اديني حتة واسعة وحنان وشوفي اكمل هيعمل ايه. انا نفسي الناس كل ما تشوفها تقول مجنونة اكمل اهي.